امر، وهذا انا اللي يصلي عزيزي انه قبل البطوله. انا بس اشوف الكويتيين اللي قاعد يتحطمون بالخارج يعني عزيزي شفنا انت ما ما الا الكويتيين يعني يقولون باقوني، كويتيين يقولون ما دخلوني، كويتيين يقولون ما شفت اماراتي ولا سعودي ولا حتى اعضاء الاتحاد. عضو الاتحاد عزيزي شفت عزيزي شفت سعودي قال انا باقوني، لا لا عزيز عبد العزيز شفت اماراتي قال باقوني، قطري قال باقوني، ما شفت. احنا وسائل اعلامنا اللي قاعد تنقل، ما تدري الوسائل الاعلام الخارجيه الاخرى ما شفناها يعني. والله توصل احنا نبيها، والله توصل. انا ما اشوف الا ربعنا عبد العزيز، وربعنا ما تحلطمه الا بعد الخمسين غرفه عبد العزيز. قبل الخمسين غرفه كان بيانات افضل تنظيم وافضل ما ادري شنو. لا هذا امر ثاني. بعد الخمسين غرفه شفنا يطلع يقول لي باقوني والثاني يقول ما دخلوني. هذا امر ثاني، هذا راح نتكلم عليه في التوسع بشكل اخر. الحين نتكلم عن الحادثه اللي صارت حق ممثل سمو الامير. نعم. ما كانت يعني طبعا طبعا لا لا طبعا انا اعتقد انا شوف وانا اجزم يعني لو اي دوله اخرى يعلون انسحابهم، باي دوله خليجيه اخرى ما تعرض لممثل رئيس دوله بهذه الطريقه، انا اعتقد انه راح يكون هناك تعاون وتكاتف من قبل الوفد، ويمكن يعلنون انسحابهم لان هذا يمثل رمز البلد. نعم. فما يجب ان يتم التعامل فيه بهذه الطريقه. نعم.